للحديث عن دلالات هروب تجار مخدرات من سجن بمحافظة المثنى، معنا من عمان عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ عبد القادر. يعني بداية، ماذا يعني هروب 21 سجينا من تجار المخدرات من سجن الهلال بمحافظة المثنى، مع العلم هذا السجن من المفترض أنه يخضع لحراسة مشددة؟ ما الذي يعنيه هذا الحادث؟ أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم الكرام. بدءا في عملية تهريب تجار المخدرات من سجن الهلال في المثنى، وليست عملية هروب، لأن الواقعة مشهودة بعملية تهريب ممنهجة الذي اقتضى بعملية فتح باب السجن وكذلك إعطائهم بعض الأشياء التي من خلالها ضربوا بعض الحراس وخرجوا، ثم السيارات التي كانت تنتظرهم في الثالثة فجرا قبيل باب السجن يؤكد على القضية عملية تهريب ممنهجة. كان أشهرهم 11 تاجرا جرى إجلاءهم بسيارات وإلى الآن لا يعرف مصيرهم. لذلك هذه دلالة على أنه هناك ارتباط وثيق بين أحزاب السلطة الفاسدة وهؤلاء التجار، وأن عملية رعاية الجريمة المنظمة والتجار المخدرات هي ترعاها هذه الأحزاب المسيطرة على الحكومة، وأن الأجهزة الأمنية متواطئة حقيقة وتتعامل بإزدواجية بطريقة واضحة بينها وبين المعتقلين الآخرين، وإلا فإن جميع المعتقلين هم محكومون من 15 عاما إلى أحكام مؤبدة، لأنهم مارسوا عمليات قتل ومارسوا عمليات التجار بالمخدرات وغيرها والتجار بالبشر، فالمكان يفترض أن ينقلون إلى سجن الحوت وليس يبقون في سجن الهلال. نعم. لذلك حقيقة تؤكد هذه الحادثة أن هناك تغول لهذه الأحزاب التي تحمي، نعم، فاسديها وتحمي أصحاب الجريمة المنظمة في العراق. أستاذ عبد القادر، لكن لماذا لا نشاهد حالات هروب من سجون أخرى؟ إلى أي مدى يمكن طرح أسئلة حول تورط القوات الأمنية بهذه الحادثة؟ القوات الأمنية متكونة من ميليشيات، ومعلوم تماما تجارة المخدرات ترعاها ميليشيات حزب الله في العراق، وقد رأيتم أن عملية الترابط ما بين الحرس الثوري الإيراني الذي يعتمد على تمويله من تجارة المخدرات وحزب الله العراقي وحزب الله اللبناني، وقد كشف مؤخرا على عملية إدخال آلاف الحبوب المخدرة إلى السعودية عن طريق حزب الله اللبناني. هذا يؤكد على أنه هؤلاء من يقفون وراء عملية تهريبهم، وأن هذه القوات الأمنية هي تتعاون معهم لأنها مشكلة من هذه الميليشيات ومن تلك الأحزاب، نعم، التي هي ترعى عملية تجارة المخدرات والتجار بالبشر والجريمة المنظمة التي تدر عليها ملايين الدولارات. نعم. حتى الآن وكما تعلم لم يلقى القبض إلا على 10 فقط من الفارين. إعطاء المتهمين بالتجارة، تجارة المخدرات طبعا، إعطاؤهم هذه الفرصة كيف ستنعكس على تطبيق القانون ومنع هذه التجارة التي تشكل خطرا على العراق بأكمله؟ هذه حقيقة ستعكس على انتعاش تجارة المخدرات التي هي أصبحت في العراق تجارة كبيرة، ويوميا نسمع أن هناك بعض من أفراد القوات الأمنية التي يأخذهم الحس ربما العشائري والمناطقي بأن يلقون القبض على آلاف حبوب المخدرة القادمة من إيران. هذا حقيقة هذه العملية الممنهجة في عملية تهريب تجار المخدرات هي ستنعكس بطريقة واسعة على أن العراق سيكون بلد فيه تنشط فيه تجارة المخدرات، وسيكون هو عملية إدارة تجارة المخدرات للعالم، لأنه 11 تاجرا من المخدرات جرى إجراءهم بسيارات، وهؤلاء الذي جرى الإلقاء القبض عليهم ربما هؤلاء بسطاء، يعني من تجار المخدرات البسيطين أو أصحاب الجرائم الأخرى وأرباب السوابق. بالتالي حقيقة الأصل أن ما جرى عملية إلقاء القبض عليه هؤلاء لم تجليهم السيارات التي كانت تقف عند بوابة السجن خارجها عندما خرجوا هؤلاء بالثالثة فجرا وهو مكان حظر تجوال، فلماذا جاءت هذه السيارات واقلتهم؟ ولم بالمناسبه، يعني حسب الروايه الدقيقه من مصادرنا الخاصه انها اقلت فقط الاحد عشر تاجرا الذي لم يعثر عليهم الى الان. نعم. لكن ماذا عن علاقه الميليشيات بهذه التجاره؟ يعني اكثر من مره خرج معتقلون ينتمون اليها او ايرانيون من المعتقلين طبعا دون اي ممانعه او بقوه السلاح احيانا. ماذا عن الميليشيات؟
الميليشيات هي التي ترعى تجارة المخدرات، وإحدى عوامل عدم رجوع بعض أهالي المناطق إلى مناطقهم في القائم، في الثرثار، في جرف الصخر، في مناطق صلاح الدين عزيز بلد، في مناطق الموصل، هناك مناطق لم يستطع عودة أهلها إلى مناطقهم، لأن أحد أبرز أسبابها هو أن هناك زراعة للمخدرات فيها، باعتبار أن نهر الفرات ونهر دجلة والأرض الخصبة موجودة هناك، فبالتالي يجري عملية زراعة أجود أنواع المخدرات للأسف الشديد داخل العراق. من يزرع هذه المخدرات هي الميليشيات، طبعا برعاية حزب الله اللبناني وحل حرس الثوري الإيراني، فلذلك الميليشيات تعتمد في تجارتها على المخدرات، وعملية نقلها أيضا ليس فقط زراعتها واستقبال المخدرات من دول العالم ومن إيران تحديدا، عملية نقلها، يعني كما تعلم الميليشيات في العراق هي تتمتع بعملية نقل حكومي، هي تستطيع أن تأخذ الجواز الدبلوماسي وبالتالي الحقيبة الدبلوماسية تنقل فيها المخدرات إلى دول العالم، وتستطيع عن طريق بعض السفارات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات. أستاذ عبد القادر هل تزال معنا؟ أستاذ عبد القادر هل تسمعني؟ أسمعك بشكل واضح. نعم. في سؤال الأخير أو في سؤالي الأخير وبعجالة لو سمحت، يعني خروج المساجين من المتهمين بالاتجار بالمخدرات وبهذه البساطة، يعني ألا يطرح أسئلة حول وجود عدالة انتقائية في العراق، لا سيما وإن جئنا على ذكر وجود آلاف من المغيبين في السجون ولم ينظر بقضاياهم بشيء من العدالة، كيف تعلق على ذلك؟ أولا، لا وجود لعدالة في العراق مطلقا، وهذا حقيقة يؤكد هروب المتكرر لسجناء المخدرات وغيرهم من أصحاب الجريمة المنظمة والأحزاب الفاسدة السياسية، يؤكد على الانتقائية في عملية الحكم سواء على مستوى القضاء أو على مستوى الحكومة وأجهزتها الأمنية، لأن هناك أبرياء أصلا محكومين بالإفراج الشرطي، وصل مرحلة قضى محكوميته وإلى الآن لم يخرجون في السجون، لدينا مئات بل آلاف المعتقلين انتهت محكوميتهم ولم يخرجوا، بينما يخرج هؤلاء الذين لم يقضوا لا محكوميتهم من السجناء ولم يتم مكوثهم طولة مدة طويلة داخل السجون، هذا يعكس حقيقة على الازدواجية، فضلا على الأبرياء الذين ينتظرون محاكمات طوال 10 سنوات وثمان سنوات وخمس سنوات وإلى الآن لم يصلوا إلى القاضي ليتم الحكم عليهم. الكاتب والباحث السياسي عبد القادر النايل كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.